وقعت شركة بوما كومباني المسوقة لعلامة ستريم سيستم للأجهزة الكهرومنزلية والهواتف النقالة وقعت اتفاقية شراكة تسيير مع مصرف السلام. الاتفاقية تهدف أساسا لتسهيل عملية شراء كل أجهزة ستريم سيستم بالاستعانة بصيغة القرض الإسلامية، العملية التي ستنطلق رسميا بداية شهر أفريل المقبل في كل نقاط بيع العلامة. ستمكن كل من تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 50 سنة من تسهيل عملية اقتنائهم للأجهزة أو الهواتف بالتقسيط. فوزية مسعدي رصدت التالي. الهدف من هذه الاتفاقية هو تمكين المواطنين من الاستفادة من صيغة تيسير للتمويل الاستهلاكي التي يعني وفرها مصرف السلام للجزائر وفق قواعد واحكام الشريعه الاسلاميه، ولكن عن طريق مؤسسه بومار، هذه الشركه شركتنا في هذه الشراكه لتسويق منتجاتها بالتقسيط عن طريق البيع بالتقسيط مع الاستفاده من تمويل البنك والمصرف مصرف السلام لهذه العمليه عن طريق البيع بالوكاله. كل المنتجات تاع بومار بالعلامه ستريم سيستم اللي حتكون موجوده في ستريم سيستم ستور في الستور دو بومار elle est concernée. D'ailleurs, on commence par le petit montant à 10 000 dinars. Yani, la canhat nqal, il soit 10 000 dinars. Le consommateur, il peut acheter le smartphone avec le formulaire crédit islamique.